حدا يتحرك. ما حدا يتحرك من محله. كله مكانه. في إخبارية. لا تتحرك. شبكوا طولي بركوا. محلك. خلص أعمل. إني لحقني بعد هيك. طيب شو هاد؟ طيب أنا ما عملت شيء. تعال معنا. أنت مهند تيكين أغلو؟ يلا. إيه أنا. تفضل معنا. شو في؟ تفضل. مين مخبر؟ شو في؟ مو أنا اللي خبرت عنك يا فرحات. امشي فرحات. مو أنا اللي خبرت. أقسم بالله مو أنا خبرته. صدقني. اسمعني فرحات. أنا ماني عم. يلا مهند. مهند يلا حرك. يلا مهند خلينا نطلع من هون. ما بدي ولا. يلا تعال. شو هذا اللي عملته؟ لك شو سويت يا غبي؟ بدك تموت حالك أحسن يعني؟ لك أنت ليش عم تحشر أنفك بشغلي؟ خلاص يعني مشان تدبر لي مصاري بدك تروح حالك ما هيك؟ دمرتني يا غبي دمرتني. مهند حل عني. مهند فرحات. مهند فرحات. مو أنا اللي خبرته لعنك. واقف يا أخي. مهند فرحات. مو أنا اللي خبرته. خلاص خلاص بقى فرحات. مو أنا. مو أنا اللي خبرت عنك. أنت بتعرف شو اللي عملته فيني يا غبي؟ قص حياتك يا مجنون. خلصنا بقى. أنا وعدته وعدته. بتعرف شو الموقف اللي حطيتني فيه قدام عدوي؟ بدنا نروح من هون بقى. من خوف وقت اللي شفناك مثل الخروف اللي أخذينه يذبحوه. يلي أنت ولك كمان. شو أنا لساعتني ولد شي؟ أنا ما عندي عزة نفس شي يا علي. مو هيك القصة يا مهند. طول بالك. أنا ما عندي عزة نفس. خلص بقى كبر عقلك. شبك شو صار لك؟ سيدي جوا مو بس في مباراة، لازم نطلب فريق مكافحة المخدرات، ولقينا هدول جوا. لك انت نهيتني، انت دمرتني على الخالص. خذوه كلهم، جيبوه، روحوا جيبوه، خذوا كل الناس اللي كانوا جوا. بس يا سيدي، انتوا قلتوا لي انه ما راح تعملوا شيء. مزبوط، بس الوضع تغير. وعدتوني. رح ناخذهم على الفرع، واخوك كمان. لا ليش؟ كل هذا من عمايلك يا خبير. يا سيدي. يلا اطلع بالسيارة. مهند. مهند. نعم على الحظ. الو علي عمو سامي. مهند معجي. مهند بابا صارت مشكلة. ايه نعم. هلأ شو ضل ناقصنا؟ أخذنا خضرة وفواكه ومعلبات كمان وصابون ومسحوق غسيل وكمان المعجون. إيه صحيح بدنا رب البندورة. لسه بدنا اللحمة ومنخلص. إيه كملي لشوف شو كنتي عم تحكي. لكن بانا من اول يوم بلشت تتحركش فيكي مو هيك؟ انا مو هامتني ابدا. الغريه اجت لتقلي مؤيد عم يتواجد هون طول الوقت. هالموضوع في مشكله الك او بزاجك؟ عنجد وشو دخلها؟ انت طنشيها وشوفي شغلك. جنبك موقف جنبك لا تخافي من شي. هلا بانا رح تموت من غير تمنك. والتاني حامله حاله وجايه لعندي ورافعه انفه لفوق. مين؟ فيروز خانو حبيبته. حبيبته لمهند. معناته الطنجرة أخيرا لقت غطاها. كأنه الجو هون بارد كتير. جميلة شو مشغلين المكيفات على آخر درجة؟ رح نموت من البرد. ما في برد لهالدرجة. ليكون رح تمرضي. كأنه عيوني عم يحرقوني. بس يمكن لأنه الضوء قوي. شوفي لي هي أمتى بتنتهي صلاحيتها؟ 1/6/2012. لكي كيف حاطين اللي معه مدة ورا واللي رح تنتهي مدتهم قدام. اتسي ان شاء الله صحة على قلبك يا روحي. شوفي لي شو تاريخي كمان. اوه اذا بتضلي هيك ما رح نخلص طول الليل. وهي نفس الشي. لا تتفششي فيني. انا مو مبسوطة لاني هون. بس حملت حالي واجيت وقلت لحالي فرصة نتسوق سوا. والله انتي غريبة. هاد فوق ما تعذبت وحملت حالي واجيت مشاني. لولاكي انتي ما كان بديها جاية كلها. بس قولي لي شو بدك تعملي لهم حلويات؟ يعني كأنه حضرتك شايفتيني كتير مرتاحة لحتى تعزميهم لعنا. لولاكي انت اليوم ما كنا اجينا هالمشوار. خالته ان شاء الله صحة. شو هالصدفة؟ مرحبا. أهلي مرحبا.
مساء الخير. كيفك؟ مساء النور حسين. منيحة. شو عم تعطسي؟ لا تكوني أخذي برد. والله اليوم طول النهار عم أركض ما هديت، فايتة من هون وطالعة من هون، حاسة رح يصير معي قريب. لازم تشربي فيتامين سي عطول. اشتريت بردقان. لازم الواحد ينتبه شوي، الجو مو منيح هالفترة. معك حق، صحيح. انتي شو أخبارك؟ منيحة، مبسوطة كتير بشغلي. الزبائن الكرام، المحل سيغلق بعد 10 دقائق، يوجد توجه إلى صندوق الدفع. ييي لسه بدنا شوية أغراض. روحي جميلة، رح يسكروا كأنه ما ضل حدا غيرنا. مشيو. عن إذنكم بدنا نلحق دور. خدي هدول واسبقيني على الصندوق، أنا رايح جيب جبنة وجي. ماشي. ييي أنا رح أسبقكم على الصندوق. طيب يلا روحي. شكرا إليك. رسمتي لمهند؟ مو مهند، بيشبهه؟ كأنه هو. لا مو هو. لو سمحت سيدي، لازم شوفه لفرحان. ما بيصير. بس الشغلة مهمة، في موضوع مهم بيني وبينه، موضوع ما له علاقة بالشي اللي كمشتوه مشانه. لو سمحتوا بشوفه دقيقة. هلا انت ممنوع تحكي مع حدا وخاصة فرحات. لو سمحت بس دقيقتين، والله ما تطول سيدي. سيدي هنيك ما كانوا عم بيلعبوا مراهنات، يعني كانت مباراة مشان نتسلم وأكثر من هيك. يعني بدك تقول انت اسكت ولا تحكي شيء، عود محلك واسكت. في عنا شغلات تانية انت ما بتعرفها، لا تخلي يروح الصالح مع الطالح. ها بس انا ما حكيت. احمد ربك انه اخوك ساعدك من هالمشكلة هي، ولا بقى تدافع لي عن هدول الناس بعدين بتروح فيها وما حدا بيحس عليك. ها شو اللي صار؟ ما في شي بيخوف، طولوا بالكم. اللي وينه هلا؟ هو فوق ووضعه كتير منيح، ما في داعي لتقلقوا. عمو سامي، شو اللي جابكم؟ وينه مهند؟ فوق. حبيبي شو الموضوع؟ شلونه؟ ألو؟ هو منيح، بالأول أخذوه على المستشفى، ما في شي بيخوف، بس أخذوه فحصوه، الحمد لله طلع نظيف. شو يعني؟ أمي هلا تركينا من هذا الحكي، مو وقته. ليش خبرتيه لبانا؟ شو لها شغل هون؟ يا ابني كنا كتير قلقانين عليكم وقلنا بتساعدكم. علي مشان الله قول الحقيقة، هو بخير ولا لا؟ قلت لك هو بخير، خلص بقى طولي بالك. حكيت مع المحامي اللي بالشركة عنا، بعد شوي رح يكون هون. تيسلموا، ما في داعي، إن شاء الله مهند ما رح يحتاج محامي. شو عرفك؟ أنا بدي أطلع لفوق ابني. لا تطلعي، ما رح يفوتوكي. أبوك فات وأنا كمان حابة فوت لعند أخوه. ما رح يدخلوا أبي لعنده، يلا روحي. وأنتوا كمان لو سمحتوا روحوا على البيت. ما بدي روح، بدي ضل معكم.